ينضم إلينا الآن من القاهرة الدكتور محمد طلعت، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. مرحبا بك أستاذ طلعت. يعني زيارة جلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق إلى جمهورية مصر العربية ولقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفتح فصلا جديدا للعلاقات بين البلدين، ما هو المأمول من هذه الزيارة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات؟ أهلا وسهلا بحضرتك وكل الشعب العماني الشقيق. احنا في مصر بنرحب بهذه الزيارة المهمة جدا للسلطان هيثم في زيارته إلى القاهرة. بالتأكيد الزيارة دي هي انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية العمانية. العلاقات بين مصر وعمان هي علاقات تاريخية وأصيلة، في توافق كبير جدا في الرؤى بين القيادتين وبين الشعبين، وفي تقارب كبير جدا بين في المصالح المشتركة للشعبين، وبالتالي الجميع يأمل أن تكون هذه الزيارة هي انطلاقة جديدة في مسار العلاقات المتميزة بين البلدين. يمكن زي ما شفنا في التقرير الحفاوة الكبيرة اللي تم استقبال السلطان بها في مصر دي مش غريبة، لأن يمكن في خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كانت قبل أقل من عام إلى سلطنة عمان، نعم، كانت في كمية من الحفاوة وكرم الضيافة والاستقبال كانت برضو مش غريبة على الشعب العماني، وبالتالي قلوب كل الشعب المصري مفتوحة قبل أبواب مصر للسلطان المعظم. الشعب المصري يكن لسلطنة عمان وقائدها الكثير من معاني الوفاء، والمواقف العمانية المؤيدة لمصر على مر التاريخ لا يمكن أن تنسى أبدا. كمان الزيارة مهمة لأنها بتأتي بعد القمة العربية التي عقدت في جدة، وأيضا مع تولي سلطنة عمان رئاسة مجلس التعاون الخليجي، تتوافق أيضا مع رؤية مصر 2030 ورؤية عمان 2040، وبالتالي يوجد الكثير من الأمور التي يمكن أن يستفيد منها البلدين والشعبين الشقيقين من هذه الزيارة. دكتور، وقوفا على هذه القواسم المشتركة، كيف تصف مستوى التنسيق والتفاهم بين البلدين الشقيقين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والذي يلعب فيه البلدان دورا هاما ومحوريا في دعم الحوار العربي والحوار العربي العالمي أيضا؟ بالتأكيد المواقف المصرية العمانية هي مواقف مشتركة ومتوافقة في كثير من القضايا الإقليمية والدولية، وأيضا عمان هي شريك موثوق به لمختلف دول العالم في الحوار، والدولتين تقدمان مبدأ الحوار والسلام وحل النزاعات بالطرق السلمية. أيضا عمان ليس لها أي نزاعات أو أي تداخلات مع أي دولة أخرى، بل هي تقوم على مبدأ التحاور والتوافق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو نفس المبدأ الذي تنتجه مصر، وبالتالي هناك توافق كبير جدا. يمكن أن الدولتين يلعبان دور كبير جدا في حل الكثير من القضايا المشتركة والإقليمية والدولية، وخصوصا أن عمان لها موقع متميز، وأيضا مصر كمان عمان بتقوم بدور مهم جدا في مجلس التعاون الخليجي. عمان هي دولة أصبحت دولة موثوقة من دول العالم، دولة تقوم على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الآخرين، وبالتالي هي يمكن أن يكون للدولتين دور مهم جدا حيال هذه الموضوعات والنزاعات الإقليمية والدولية في هذا الوقت الذي يشهد فيه العالم العديد من الصراعات والنزاعات على مختلف المستويات. ماذا عن فرص توثيق التعاون الاقتصادي أمام البلدين وتوسعة فرص التبادل التجاري وحجم الاستثمار أيضا؟ يمكن احنا لاحظنا في الفترة الأخيرة زيادة معدل التبادل التجاري بصورة كبيرة جدا بين البلدين، وإن كان هذا الرقم ليس هو المأمول حتى الآن، فتوجد الكثير من الفرص للتعاون الاقتصادي بين البلدين. أيضا الأبواب المصرية مفتوحة لكل المستثمرين العمانيين للاستثمار وعقد الشراكات مع الكيانات المصرية. مصر لديها قوانين جديدة للاستثمار وتشجيع الاستثمار، وأيضا يوجد في العديد من المجالات التي يمكن لمصر الاستفادة منها على الأراضي العمانية. الاستثمارات العربية ضرورة جدا في هذا الوقت. التعاون العربي
مهم جدا، وخصوصا في المجال الاقتصادي في ظل الظروف والأزمات الإقليمية والعالمية. وبالتالي الشراكات الاقتصادية مهمة جدا. الوفد العماني رفيع المستوى يضم مؤشر مهم جدا على أن هناك اتفاق ونية متبادلة لتشجيع التعاون وتشجيع الاستثمارات المشتركة. أيضا القيادات المصرية الموجودة في استقبال الوفد العماني أيضا يوجد بها الكثير من القيادات الاقتصادية والاستثمارية، وهذا يدل على أن البلدين يتوافقان على أن يكون هناك المزيد من الاستثمار. وأيضا غدا هناك مجلس الأعمال المصري العماني، بالتأكيد سيكون هناك طرح العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين التي تصب في النهاية لمصلحة الشعبين الشقيقين. شكرا لك الدكتور محمد طلعت نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، كان معنا من القاهرة. شكرا جزيلا.